بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة، اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني. وشهد التاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة، ويضع اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا. ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن. ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً. كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. وتواكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة. كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة. شعب مصر الأبي الكريم، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة، فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين، تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا، بما يجعلني واثقا بإذن الله وفضله أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا، وستواصل تقدمها ومثير تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا
في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن. كل عام وأنتم بخير، ومصر في سلام وأمان واستقرار، ودائما وأبدا وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمر علينا يوم 23 يوليو من كل عام ليثير في النفس مشاعر الفخر والكرامة باستعادة الاستقلال الوطني واسترداد المصريين لحكم بلادهم بعد زمن طويل من الاستعمار والسيطرة الأجنبية. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. إن مصر غنية بأبنائها الأوفياء، جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة، وإن هذه الراية لن تنتكس أبدا. أهلا بكم، يوم جديد من تاريخ هذا الوطن نحتفل بذكراه اليوم. اليوم هو الذكرى 72 لثورة 23 من يوليو المجيدة، ذكرى يوم خالد لثورة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، وأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. وإني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من أي غاية، والله ولي التوفيق. في كلمته إلى الأمة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التاريخ يشهد لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة. قال الرئيس السيسي أيضا إن من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن. وشدد الرئيس السيسي على أنه من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. قال الرئيس السيسي أيضا بمناسبة الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة إن مصر تواكبت مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم، وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم
على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومة متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة. من رسائل الرئيس السيسي أيضا في ذكرى ثورة يوليو المجيدة أن مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض، مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة. قال رئيس السيسي أيضا إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة تضيف أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى قوة شعبها العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته، بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. أهداف عدة بلورت أسباب قيام ثورة 23 من يوليو، التي كانت وستظل نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث. فبعد سنوات من الظلم تحت وطأة الاحتلال من ناحية، وظلم الملك وحاشيته من ناحية أخرى، أدت إلى حالة من عدم استقرار عاشتها مصر في ظل الفقر والجهل. تكمن أسباب الثورة في فساد الحكم واستمرار الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية، فضلا عن الاضطرابات الداخلية وقيام حرب فلسطين وتوريط الملك للبلاد فيها دون استعداد مناسب، ثم الهزيمة وسوء الحالة الاقتصادية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية. الحياة السياسية في مصر اتصفت بالفرقة والانقسام وتغليب الأغراض الشخصية على السياسية، وقد ظهر عدم الاستقرار في الحكم نتيجة تعاقب الوزارات في الحكم في سرعة مذهلة، حيث تولت حكم البلاد في الأشهر الستة الواقعة بين 27 من يناير والثاني 22 من يوليو من عام 1952 أربعة وزارات بمعدل شهر ونصف لكل وزارة، وهو ما يشهد على أن البلاد كانت في حالة قلق واضطراب، وأن شيئا لابد وأن يحدث لعلاج ذلك الوضع. وعلى إثر هزيمة الجيوش العربية في حرب 1948 تأسس تنظيم الضباط الأحرار في الجيش بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعقد الضباط الأحرار عدة اجتماعات يتدارسون من خلالها الموقف في حضر وحيطة، كان آخرها الاجتماع الذي عقد يوم 22 من يوليو من عام 1952 للاطلاع على الخطة النهائية للتحرك. وفي ليلة 23 من يوليو من عام 1952 قام الضباط الأحرار بالسيطرة على عدد من المواقع المدنية الحيوية لضمان عدم تحرك قوات عسكرية ضد ما عرف في بداية الأمر بحركة الجيش، وأذيع البيان الأول للحركة الذي حمل في مضمونه المبررات الرئيسية لقيام الثورة، وأرغم الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 من يوليو من عام 1952، وهو ما لاقى تأييدا شعبيا كبيرا. وحظيت الثورة بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين والعمال وطبقات الشعب العاملة، وكان هذا التأييد بمثابة تكليف لقادة الحركة بالاستمرار، وبذلك استمدت ثورة يوليو شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها وتعبيرها عن واقعه وآماله في تحقيق الاستقلال والكرامة. ستة مبادئ بلورت أهداف الثورة للتأسيس لحقبة جديدة في تاريخ مصر يكون فيها حكم مصر للمصريين وحدهم، وتكون العدالة الاجتماعية هي جوهر هذا الحكم، لتصبح بذلك الثورة ومبادئها خارطة الطريق لمصر والأمة العربية على مر العصور. غيرت ثورة 23 من يوليو أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري، كما لعبت ثورة يوليو دورا رائدا
في تشكيل حركة عدم الانحياز. ثورة من أعظم ثورات العصر الحديث، بما اجتازته من تحديات وحققته من إنجازات. إنها ثورة 23 من يوليو التي انطلقت نحو الاستقلال التام واستعادة زمام الأمور لتصبح حقاً مصر للمصريين. فهناك العديد من الإنجازات التي تحققت بفضل الثورة، مثل القضاء على الإقطاع والاستعمار وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية، وأعلنت الجمهورية وألغيت الملكية، وجاءت بأول مصري لحكم البلد التي كان يحكمها غير المصريين منذ عهد بعيد. تغيير أحدثته الثورة في أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري لصالح الأغلبية العددية، حيث حظيت بتأييد شعبي واسع وحققت نقلة نوعية لمصر، كما حررت المزارعين بإصدار قانون الإصلاح الزراعي لتشكل تلك الفترة الأساسية من تاريخ مصر الحديث مادة أساسية من التاريخ العربي ومرجعاً ثابتاً للحديث عن الدور الرائد للشعب المصري على مر العصور. ليست إنجازات محلية وحسب، بل إقليمية ودولية أيضاً. فعلى المستوى الإقليمي أكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في توحدهم وتحكمها أسس تاريخية ولغة مشتركة لوجدان واحد مشترك، كما أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي، مما فرض عليها مسؤولية الحماية والدفاع عن نفسها ولمن حولها. أما على المستوى الدولي فقد لعبت قيادة ثورة 23 من يوليو دوراً رائداً مع يوغوسلافيا بقيادة الزعيم تيتو، ومع الهند بقيادة نهرو في تشكيل حركة عدم الانحياز، مما جعل لها وزن ودور ملموس ومؤثر على المستوى العالمي. كما تم توقيع صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955، والتي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي، فضلاً عن عقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الإفريقية والأسيوية في القاهرة عام 1958. وللمزيد معنا هاتفياً اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية. سيادة اللواء أهلاً بك معنا وكل عام وأنتم بخير. هو يوم تستعيد فيه الذكريات، ويعني نعود إلى كيف غيرت ثورة يوليو شكل مصر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كل سنة حضراتكم طيبين ومصر كلها بخير. ويعني أنا شايف أن النقطة دي نقطة مهمة أوي عشان نتكلم فيها، أن احنا يعني نستخلص دروس التاريخ من اللي حصل في ثورة يوليو، لأن المهم أوي أن احنا نحط إيدينا على نقطة القوة والنقطة اللي ممكن حتى نحب نعدلها. أولا طبعا هي أهم حاجة أن الشعب المصري لا يفرط إطلاقا في استقلاله السياسي وسيادة الدولة، وده الحقيقة كان يمكن أهم مبدأ مبادئ ثورة يوليو 52، وما زال هذا المبدأ موجود ومرتبط الحقيقة ارتباط كبير جدا بما يدور حاليا من تحديات تواجه مصر. النقطة الثانية المهمة هو موضوعات العدالة الاجتماعية وعلى مسار متوازي التنمية على اختلاف أنواعها. فكان الحقيقة من بدء ثورة يوليو التنمية وأيضا مراعاة البعد الاجتماعي في التنمية، وأنا شايف أن النقطة دي نقطة أيضا أنا بربطها بالحاضر. مشروع تنمية واضح جدا المعالم في مصر كان بتمثله رؤية مصر 2030، وفي بعد اجتماعي واضح وهو مشروع حياة كريمة. النقطة الثالثة في الدروس المستفادة وبربطها الحقيقة بالحاضر، وهو دور مصر الإقليمي في محيطها العربي والإفريقي وفي العالم برضو أيضا، وأنا شايف أن النقطة دي موجودة والمساعدة العالية جدا للدول. وخليني أدي مثال واحد بس، وهو على سبيل المثال الحقيقة وليس الحصر، مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته اللي بيمر بيها حاليا وحتى منذ مشكلة فلسطين سنة 48 بالضبط. أيضا من الرسائل الكثيرة والتي وردت في كلمة السيد الرئيس هي وحدة الشعب المصري وإلغاء الفروق بين الطبقات الاجتماعية. الحقيقة دي نقطة مهمة، لأنه هو التهديدات الجديدة للدول هي بتعمل على الهدم من الداخل مستخدمة مكونات الدولة السكانية نفسها. يعني ما نلاقي الصراعات اللي موجودة حوالينا في الإقليم، كل هذه الصراعات صراعات داخل شريحة السكان نفسها،
فيش مستعمر جاي واضح من بره زي الاستعمار القديم. والنقطه دي الحقيقه السيد رزق بيركز عليها جدا، وهي وحده الشعب، وهذه الوحده الحقيقه مش هتتحقق غير بالوعي. الوعي ده مهم قوي، لان الموضوع ملتبس الحقيقه، وفي دول الحقيقه تاثرت بيه تاثر سلبي، لان منظومه الوعي ما كانش الحقيقه بالقدر الكافي انها توعي ان الهدم من الداخل وليس عدو واضح المعالم جاي من الخارج. النقطه دي انا شايف مهمه، وللاسف الشديد، وانا بخليني برضه اقول الجزء دي من ضمن منظومه الوعي، ان الدوله اللي بيتم هدمها من الداخل ما بترجعش تاني. الاستعمار القديم لما كان بيجي بجيوش واضحه المعالم كان الحقيقه يمكن ان الدوله تصده وتحصل على استقلالها السياسي بعد عدد من السنوات اللي يزيد طبقا لكل دوله، لكن الهدم من الداخل الدوله ما بترجعش تاني للاسف الشديد. والوعي هو نقطه البدايه الصحيحه للفهم الصحيح، لان الفهم هو القوه الحقيقيه. يعني ايضا يعني في اطار الوعي، ثوره يوليو لم تكن ثوره على النظام فقط، ولكن كانت على اوضاع، وربما اشرت سياده اللواء الى مساله العمل على خطين متوازيين، خط الحمايه الاجتماعيه وخط ايضا التنميه الاقتصاديه. اذا المفهوم ما زال قائما هو الثوره على اي اوضاع غير سليمه. صحيح صحيح. يعني وبعدين كلها مبادئ واضحه ما بيختلفش على اثنين. لما اقول تنميه لكامل مصر، وشفنا يمكن برضه عشان يمكن الاجيال الجديده، يعني مشروع زي السد العالي، زي المشروع التصنيع اللي كان موجود في مصر بشكل كبير جدا في مجالات متعدده، المصانع الموجوده، الحديد والصلب على سبيل المثال، وايضا كان التصنيع العسكري موجود، وبدات مصر في تصنيع عسكري. وعشان كده لما مصر بدات هذا المشروع العالي جدا، كان المخطط ان هي ينضرب هذا المشروع بحرب، دخلنا في حرب 56 وراها 67. فخلينا اقول برضو ان كل مشروع تنموي كبير له بعد اجتماعي، والمشروع ده موجود حاليا في مصر اللي هو بكل ابعاده، حتى في تصنيع عسكري على فكره، وحتى ليه بعد اجتماعي اللي هو مشروع حياه كريمه، من المتوقع ان يتم نفس التاريخ بيعيد نفسه، ان يتم ضرب هذا المشروع سواء من الداخل او بجر مصر الى صراعات خارجيه. النقطتين دول اللي هم يعني الحقيقه بيواجهوا مصر، محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي باستهداف مكونات الدولة من السكان، وأيضا عايز دايما أن أنا أخرج خارج الحدود باستمرار، وصراعات خارج الحدود، وتورط في الصراعات الخارجية. النقط دي مهمة جدا، لأن التاريخ بيعيد نفسه بس بأدوات وأساليب جديدة. نعم، يعني أستغل وجود حضرتك معنا وسيادتك مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، ونتحدث ودعني أركز على مسألة الوعي التي أشرت إليها سيادة اللواء. في كل ذكرى نحتفل بثورة للأخذ منها العبر للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. أكاديميا كيف يمكن تعزيز روح ثورة 23 من يوليو للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية؟ اكاديميا يعني خلينا اقول حق الفكره الاكاديميه لهذا الموضوع، ان انا ادرس التاريخ دراسه حياديه، وعندنا اساتذه التاريخ الحقيقه يعني علموا العالم كله، علموا المنطقه يعني. فعندنا اساتذه التاريخ الحقيقه في قمه الرقي الاكاديمي والاحتراف. فالدراسه دراسه التاريخ بشكل حيادي، واعرف نقط القوه ونقط الضعف، لان التاريخ بيعيد نفسه، واستهلم نقط القوه اللي حصلت، إن الشعب ما كانش عنده حاجة خالص، كان مجتمع الحقيقة كان فقير قوي في 52، ومع ذلك التف حوالين القوات المسلحة وحصلت الثورة، والحمد لله بكل ما فيها من 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 نتائج إيجابية اتحققت. فأنا نمرة واحد دراسة التاريخ بصورة حيادية، ونقطة القوة ونقطة الضعف. نمرة اتنين فهم ما يدور حاليا، ودي نقطة مهمة. المعطيات تتغير، يعني ما حدث في 52 غير ما يحدث الآن. التكنولوجيا تغيرت كحدث محقق تماما، التكنولوجيا بتغير. يعني مين كان يقول ان ممكن الدخول على وعي المواطن مباشرة من قوة خارجية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، داخل على المواطن على طول دون المرور حتى على أي حاجة في الدولة، ده كانش موجود زمان. وبالتالي الوعي، خليني بقى يمكن تطبيقا لهذا المبدأ، الحقيقة القوات المسلحة المصرية بتشارك بصورة قوية جدا في منظومة الوعي من خلال الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، وأيضا كيانات كثيرة في القوات المسلحة زي إدارة الشؤون المعنوية، وأيضا كيانات أخرى. لكن دراسات مسائية شغالة الحقيقة بشكل علمي أكاديمي واضح جدا تشارك في منظومة الوعي، الكلام ده منذ ثورة 30/6/2013، ومفتوحة لكل المجتمع، تواصلنا مع الجامعات، مع مراكز الشباب، مع الوزارات المختلفة. الحقيقة التواصل ده، وعلى فكرة التواصل ده
في العلوم الإنسانية بيسموه العلاقات المدنية العسكرية. خلينا نحطها بصورتها الأكاديمية. ومصر تمام. الحقيقة مثال في يحتذى به في العلاقات المدنية العسكرية اللي احنا ساعات المواطن بيقولها بصورة يمكن مش أكاديمية أو يقول لك الجيش والشعب إيد واحدة. هي ترجمتها العلمية العلاقات المدنية العسكرية التي مصر والله نموذج يحتذى به. يمكن الحته الاكاديميه ما حدش بيركز عليها كتير، لكن انا بقول لحضرتك لما نبص العلاقات هي المدنية قوه ناعمه للدور العسكري. العمله الذهبيه واحده. نعم. الجيش والشعب وجهين لعمله ذهبيه واحده بيتحركوا مع بعض على مر التاريخ. وكان على فكره احد اهداف ثوره 52 من ضمن اهدافها بناء جيش وطني قوي. بعد 30/6 تحديث الجيش المصري والدخول في التصنيع العسكري وامتلاك قوة قتالية تحقق الردع، ولو فشل الردع تحقق الحسم. وده اللي موجود. التاريخ بيعيد نفسه بس الأدوات ساعات بتختلف. التاريخ يعني التاريخ يعيد نفسه، والوعي مهم ومطلوب، وهو الهدف الأساسي من التركيز وتسليط الضوء على الرسائل والعبر من ما تمر به مصر من أحداث، وتحديدا إذا كنا نتحدث عن ثورة 23 من يوليو، وفي إطار أيضا ما ذكرت ثورة 30 من يونيو. أنا بشكر سيادتك سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة الذكرى 72 لثورة 23 من يوليو، هنأ الرئيس السيسي شعب مصر وجيشه العظيم عبر موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي التي سطرت ملحمة وحدة المصريين نحو رفعة وطننا، وأضافت فصلا مضيئا لتاريخنا المعاصر يحمل أسمى معاني التضحية من أجل سيادة هذا الوطن وسلامة أراضيه. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد أهلا بحضرتك معنا وكل عام وأنتم بخير. أهلا أخي الكريم، كل عام وكل المصريين بألف خير. وحضرتك بألف خير يا فندم. يعني هي عين على التاريخ وعين على الحاضر، يعني كيف يمكن البناء على ما تم في خلال ثورة 23 من يوليو لتنمية وعي المواطن المصري بما دار في التاريخ و بالنظر أيضا إلى تحديات الواقع؟ طبعا من المهم التدبر بهدوء وبتأني وبدون تشنج في تجربة ثورة يوليو. أحيانا ما نضعها في الميزان، هي ثورة عظيمة بكل المقاييس، كانت لها أهداف عظيمة جدا حققت البعض وتعثرت في البعض الآخر. القراءة أو الاستفادة من التاريخ تقول أن علينا أن نعظم من الأشياء الجيدة التي يعني أرسلتها ثورة يوليو، خصوصا الجزء المتعلق أو الأهداف المتعلقة مثلا بالعدالة الاجتماعية بالاستقلال الوطني. وعلينا أن يعني نحاول أن يعني نصلح بعض الأهداف التي لم تتحقق. نعلم أنه كانت هناك 6 أهداف لثورة يوليو، تحقق البعض ولم يتحقق البعض الآخر. الثورة ما زالت حاضرة حتى هذه اللحظة في وجدان و المصريين، وليس فقط وجدانهم ولكن ايضا حتى في حاضرهم من المدارس والمستشفيات المصانع. فكره الاستقلال الوطني هذه يعني اهداف حقيقيه ورؤى حقيقيه موجوده. لكن ايضا حتى نكون منصفين، كانت هناك اخطاء صعبه لثوره يوليو، خصوصا هزيمه 67 وما نتج عنها من ضغوط شديده على مصر وعلى المنطقه العربيه، ندفع ثمن بعضها حتى هذه اللحظه. وبالتالي القراءة الأمينة للتاريخ لأي حدث ينبغي أن تقرأه بهدوء، بعناية، بدون تشنج.
ناخذ الجزء الجيد فيه ونترك الجزء غير الجيد. ربما ايضا يعني احتفالنا بالذكرى 72 لثوره 23 من يوليو يلقي الضوء استاذ عماد اذا كنت توافقني على ابراز دور مصر الاقليمي والدولي. نعم اتفق معك تماما، يعني من ضمن يعني الايجابيات او المزايا لثوره يوليو بالطبع هو ان مصر دورها الخارجي اتضح تجسد. مصر كانت يعني بعد نجاحها في التصدي للعدوان الثلاثي في اكتوبر 56 ده يعني بعض العلماء التاريخ بيصنفوا هذه المعركه باعتبارها المعركه التي قضت على الاستعمار البريطاني والفرنسي و يعني انهت هذا حرب السويس انهت الامبراطوريه البريطانيه. وبالتالي وكان بعدها مباشره الباندونج وعدم الانحياز وتاسيس مصر مع الهند ويوغوسلافيا لهذه الحركه المهمه جدا. مصر كانت يعني بعد ثوره 52 قائده وزعيمه للامه العربيه. مصر هي التي تولت عبء او تحملت عبء التصدي للاحتلال الاسرائيلي للمنطقه العربيه من 48 ل 73 وما زالت تقوم بهذا الدور بوسائل اخرى. ايضا يعني مصر كانت واحده من المؤسسين للاتحاد الافريقي، فالدوائر الاساسيه للامن القومي المصري انا اظن ان ثوره يوليو يحسب لها انها اكتشفت هذه الدوائر، عظمت منها، ساعدت في ابرازها، وبالتالي الجانب الخارجي كان يعني جانبا مهما من مزايا ثوره 23 يوليو. الظروف الاقتصاديه التي كانت تمر بها مصر اثناء قيام ثوره 23 من يوليو، إذا أسقطنا عليها نظرة ونظرنا أيضا إلى الوضع الحالي وأردنا أن نرسل رسالة إلى المجتمع الذي سعت الثورة أيضا إلى تعزيز دوره في حمايته الاجتماعية جنبا إلى جنب مع خط التنمية الاقتصادية. بطبيعة الحال كما تعلم يعني لا يمكن المقارنة بين ظروف مختلفة، بمعنى أن ثورة يوليو حينما قامت في 52 أظن عدد سكان مصر كان حوالي 19 مليون، النهاردة أنت بتتكلم على 110 مليون، لم يكن هناك يعني تحديات ضخمة كما هي الآن، كان هناك جيل متعلم جديد راجع بعد ثورة 19، كان فيه مصر استفادت أيضا في هذا الوقت بكوادر عظيمة مصرية، كان عندنا نهضة عظيمة في الأدب والفن والثقافة والفكر. ده حقيقي. الآن يعني طبعا ممكن نأخذ بعض المؤشرات وهي فكرة الاستقلال القرار الوطني، فكرة التنمية المستقلة. هذا أمر مهم للغاية، الظروف الاقتصادية لا ينبغي أن ننزعها من سياقها، لكن علينا في كل الأحوال أن يكون لديك أهداف أساسية هي التي نسعى إليها بغض النظر عن الظروف. لكن ربما يكون الجامع ايضا ما بين ثوره يوليو والظروف الحاليه هي فكره العداله الاجتماعيه وحرص الدوله طوال الوقت على محاوله الوصول لاكبر قدر ممكن من المصريين المحتاجين لهذه الرعايه. نعم. لا نتحدث فقط عن الحمايه الاجتماعيه ولكن عن المفهوم الاشمل وهو العداله الاجتماعيه. نعم، انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، كنت معنا هاتفيا على شاشه التلفزيون المصري. يمر علينا يوم 23 يوليو من كل عام ليثير في النفس مشاعر الفخر والكرامه باستعاده الاستقلال الوطني واسترداد المصريين لحكم بلادهم بعد زمن طويل من الاستعمار والسيطرة الأجنبية. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب.
إن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة، وإن هذه الراية لن تنتكس أبدا. للبعد الاقتصادي في ثورة 23 من يوليو جانب كبير ومضيء، حيث أنشأت مصر عقب الثورة أكبر قاعدة صناعية، حيث بلغت عدد المصانع التي أنشئت في عهد الثورة 1200 مصنع. وربما يعني هذا جانب مهم من جوانب الإيجابية لثورة 23 من يوليو. حتى الآن المواطن المصري في أماكن كثيرة ينظر إلى النهضة الصناعية التي حدثت خلف ثورة 23 من يوليو مباشرة. ما زالت هناك المصانع التي تم افتتاحها، كانت عين القيادة السياسية في ذلك الوقت على التنمية الصناعية، التنمية الاقتصادية باستخدام التنمية الصناعية أيضا والزراعية. التنمية الصناعية شهدت تطورا كبيرا في مصر عقب ثورة 23 من يوليو، من باب أن مصر تمتلك قرارها وتمتلك قوتها وتنشئ المصانع لخدمة وتعزيز وتنمية الاقتصاد المحلي. وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد والجوانب الإيجابية من هذه الزاوية، معنا الدكتور وليد جبلة عبر الهاتف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد أهلا بك معنا يا فندم، وكل سنة حضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. نريد تسليط الضوء أكثر على الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بثورة 23 من يوليو، كيف ساهمت في نهضة القطاع الصناعي في مصر والاقتصادي بوجه عام؟ طبعا ثورة يوليو قامت بدور كبير في تطوير القطاع الصناعي. هي بدأت في البداية بتهيئة مناخ الاستثمار والتواصل مع المستثمرين وتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز، وكان هدفها التركيز على القطاع الخاص. الحقيقة ده كان هدفها في البداية، ثم أتت بعد كده مرحلة، ومع تأخر استجابة القطاع الخاص لمشروعاتها التنموية ابتدت الدولة تتدخل وابتدت تقوم بالفعل بالتصدي لمشروعات كبرى من خلال خطتين خمسيتين تم فيهم إنشاء عدد كبير جدا من المصانع الثقيلة. الاستراتيجية الخاصة بالصناعة في ذلك الوقت ركزت على الصناعات الكبرى، الحديد والصلب، الغزل والنسيج، الألمونيوم. الصناعات الكبرى كانت هي الاستراتيجية الأساسية اللي قامت بها الدولة. الدولة وثقت علاقتها مع تكتلات كبرى في العالم، ساعدتها في أنها تضخ التكنولوجيا إلى مصر. المصانع اللي قامت بيها الثورة لازالت الكثير منها يعمل الآن، والآن الدولة المصرية تعيد تطوير تلك المصانع وتعيد اكتشاف قدراتها، وهناك مشروع متكامل لتطوير المصانع الباقية حيث تقدمت التكنولوجيا، إلا أن هناك محاولات تطوير بنتابعها
في بناء أكبر مصنع نسيج في المحلة الكبرى لتطوير قطاع النسيج في المحلة، بنتابعها في تطوير شركة النصر للسيارات، بنتابعها الحقيقة في الكثير من الشركات اللي بيتم تطويرها حاليا. نعم، إذا كنا نتحدث عن الاقتصاد فالاقتصاد صناعة وزراعة. سريعا دكتور وليد، وعذرا لضيق الوقت، إذا كنا نتحدث عن الإصلاح الزراعي الذي قامت به ثورة 23 من يوليو، والنظر أيضا إلى اهتمام الدولة الآن بتوسيع الرقعة الزراعية في مصر. هو طبعا ثورة يوليو قامت بمشروعات كبرى في القطاع الزراعي، وكانت وتابعنا مديرية التحرير، وتابعنا تطوير نظم الري في الداخل المصري. ما نقدرش ننسى ان السد العالي هو يعتبر ثمرة من ثمار ثورة يوليو، واللي من خلاله تم تطوير الري المصري وتحويله من ري الحياض الى الري الدائم. اليوم ونحن مع ثورة 30/6 مرحلة جديدة من مراحل التطور الزراعي، تطوير نظم الري مرة أخرى بعد ثورة يوليو لكي تتحول إلى نظم ري حديثة، والتي بدأنا مزاجها من تبطين الترع، وكذلك التوسع الأفقي من خلال ضم أكثر من 1.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكا وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها من المناطق. نعم، يعني ثورة 23 من يوليو سيتم الحديث عنها، وكل عام سنتذكر عنها الكثير والكثير. أنا بشكرك جدا الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. مشاهدينا، كنا مع حضراتكم، وهذه التغطية للذكرى 72 لثورة 23 من يوليو. ساعدنا بمتابعة حضراتكم، والآن نترككم مع إعادة لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمة في هذه المناسبة. دمتم في أمان الله، وكل عام وحضراتكم بخير، والوطن بكل خير وأمان واستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة، اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني، وشهد التاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة، ووضع اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا. ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته، لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن. ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب في جميع قارات العالم، وهو ما حافظت عليه مصر من خلال دور نشط وقيادي في المحافل الدولية المختلفة. وتواكبت مصر مع تغيرات الزمن فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، واندمجت في منظومة التجارة العالمية مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته،
والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة. كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلاما قائما على العدل واسترداد الأرض، مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة. شعب مصر الأبي الكريم، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر وغيرها من الدول تحديات جديدة وأوضاعا مركبة، فما بين زيادة التوتر والمواجهات الجيوسياسية على مستوى النظام الدولي إلى ما يعاني منه المحيط الإقليمي من انتشار الحروب والصراعات والاقتتال الأهلي وتمزق بعض الدول وانهيار مؤسساتها والأوضاع الإنسانية الكارثية وانتشار المجاعات والنزوح بالملايين، تضيف هذه الظروف غير المسبوقة أعباء هائلة على مصر لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم وصلابته أمام الشدائد وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا، بما يجعلني واثقا بإذن الله وفضله أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا، وستواصل تقدمها ومثير تنميتها وبناء دولتها بما يحقق تطلعاتنا جميعا في وطن حر كريم ومستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن. كل عام وأنتم بخير، ومصر في سلام وأمان واستقرار، ودائما وأبدا وبالله العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.